أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فبعد توجيه النداء إلى الناس عامة في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، يوجه ربنا جل جلاله النداء إلى طائفة من الناس غلبت عليهم شهوتهم ونزعت بهم أهواؤهم، فقالوا على الله بغير علم وافتروا على الله الكذب. يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب. يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله وفي ندائهم بهذا الوصف تعريض بهم في أنهم خالفوا هذا الكتاب، وكان حريا بهم أن يلتزموه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو الزيادة في الدين، وذلك بالمبالغة والتشديد وتجاوز الحد. وقد وقع أهل الكتابين في هذا الغلو، فقالت اليهود عزير ابن الله
وقالت النصارى المسيح ابن الله، اليهود الذين أمروا بأن يعظموا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم غلوا في بعض الناس كعزير، ثم فرطوا في حق بعضهم كعيسى الذي نسبوه إلى الزنا عياذا بالله من قولهم، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا به وعادوه بل وحاولوا قتله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك النصارى وقعوا في الإفراط والتفريط. أما عيسى عليه السلام فقد زعموه إلها أو ابنا لله أو ثالثة ثلاثة، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفروا به وأنكروا رسالته. فالله جل جلاله يناديهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. تقدم معنا الكلام في أن هذه الجملة قد تضمنت أمورا ثلاثة، أولها تحريم الكذب على الله عز وجل، ثانيها تحريم القول على الله بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ودينه، ثالثا وجوب قول الحق، ولا تقولوا على الله إلا الحق. ثم قال سبحانه: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الله جل جلاله وصف المسيح عليه السلام بثلاثة أوصاف، أولها أنه رسول الله، وهذا المعنى جاء في قول ربنا جل جلاله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فهو رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وليس فيه شيء من صفات الألوهية. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذه الصفة الأولى، وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني أنه مخلوق بكلمة كن، الله جل جلاله قال له كن فكان، مثل ما قال لآدم كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ثم الصفة الثالثة وروح منه، وروح منه، الإضافة هاهنا للتشريف، مثل ما قال ربنا جل جلاله: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أضاف البيت الحرام إلى نفسه إضافة تشريف، وإلا فالله جل جلاله له ملك السماوات والأرض. ومثل ما قال على لسان صالح عليه السلام: ناقة الله وسقياها، فأضاف الناقة إلى الله تشريفا، وإلا فالنوق كلها لله عز وجل، لله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ملك السماوات والأرض. ما معنى قوله تعالى وروح منه؟ قيل الروح الرحمة، ويؤيد هذا قول ربنا جل جلاله لما قالت مريم: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وقيل الروح الريح، لأنه عليه الصلاة والسلام مخلوق بنفخة، كما قال ربنا: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وقيل الروح البرهان، الروح البرهان، برهان من الله عز وجل. وقيل الروح ذلك الجوهر اللطيف الذي لا يدرك كنهه إلا الله، قال أبي بن كعب رضي الله عنه:
خلق الله أرواح بني آدم يوم أخذ عليهم الميثاق، فرد تلك الأرواح في صلب آدم وأمسك روح عيسى عنده، فلما أراد خلقه أرسل بتلك الروح جبريل عليه السلام. قال الله عز وجل: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال سبحانه: فآمنوا بالله ورسله. يا أهل الكتاب، واجب عليكم أن تؤمنوا بالله عز وجل إيمانا صحيحا، تنزهونه عن كل نقص، تنزهونه عن الصاحبة والولد، فإن العلاقة بين الله وخلقه علاقة معبود بعابديه، علاقة رب بمربوب، علاقة إله قوي قادر بعبد ضعيف عاجز. ليس بين الله وبين أحد من عباده نسب. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كلهم عباد لله عز وجل، كلهم عبيد مربوبون، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقول ربنا جل جلاله: فآمنوا بالله، تعريض بأن هؤلاء قد كفروا حين نسبوا لله الولد، حين نسبوا لله الولد. وهذا المعنى قد جاء صريحا في قول ربنا جل جلاله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. والحجج التي يستدل بها النصارى على ألوهية المسيح أوهى من بيت العنكبوت، استدلالهم بأنه مخلوق من أم بلا أب، يجاب عليه بأن آدم عليه السلام قد خلق من غير أب ولا أم. استدلالهم بأن المسيح عليه السلام قد أتى بمعجزات عظيمة لا يقدر عليها البشر، وهذا دليل على ألوهيته، يجاب عنه بأن الرسل من قبله ومن بعده قد أتوا بمثلها وبما هو أكثر منها. فإن قالوا: لا نسلم بذلك بل نجحده وننكره، يقال لهم: ولا نسلم أيضا بمعجزات المسيح التي ترونها بل ننكرها. إن قالوا بأنها مذكورة في القرآن نقول: نعم نصدق بها لأنها مذكورة في القرآن، ولولا ذلك ما صدقنا، وأنتم لا تؤمنون بالقرآن فبطل احتجاجكم بها. إن قالوا بأن المسيح قد فعل ذلك استقلالا نقول لهم: وأين كان ذلك الاستقلال لما تسلط عليه اليهود بزعمكم فصلبوه ووضعوا على رأسه إكليل الشوك ولطخوه بالأقدار ثم قتلوه وسفكوا دمه؟ أين كانت تلك القوة وتلك القدرة التي تدعونها؟ ولذلك الله جل جلاله ذكر على لسان المسيح عليه السلام لما حكى تلك المعجزات أنها كلها بإذن الله، كلها بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وقبل ذلك قال:
أني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. والله جل جلاله قال له: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. فليس للمسيح قدرة ولا طاقة، وإنما هذا كله قد فعله بإذن من؟ بإذن الله عز وجل. ومعجزات المسيح عليه السلام: قد أتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلها وبما هو أكثر منها، كما مضى معنا الكلام في شرح كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى. ولذلك ربنا جل جلاله ينهاهم عن الغلو: لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في المسيح. وإذا كانوا منهيين عن الغلو فنحن كذلك أيها الإخوة الكرام. وما أحسن قول القائل: فأوفي ولا تستوفي حقك كله وسامح، فلم يستوفي قط كريم، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الإنسان دائما يجتنب الغلو، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لما دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين فسأل، قيل: هذا لزينب تصلي بالليل فإذا نعست تعلقت به من أجل أن يرجع إليها نشاطها. قال عليه الصلاة والسلام: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لن يمل الله حتى تملوا ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا نعس فليرقد. ومن نهيه عن الغلو عليه الصلاة والسلام نهيه عن الوصال، نهيه عن الوصال في الصيام، وكذلك نهيه عن الإكثار من المسائل والتنطع، لما قال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، فكرر الرجل مسألته فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن الله تعالى حد حدوداً فلا تنتهكوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وسكت عن أمور رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، وهي التي يعبر عنها العلماء بالعفو. بالعفو، هناك أمور الشرع قد سكت عنها فهي باقية على أصل الإباحة. الإنسان ما يتنطع ويتشدد، وقد كان علماؤنا رحمهم الله يكرهون الإكثار من الأسئلة. الإمام مالك رحمه الله واحد من الناس قال له: لو أن إنسانا قال لآخر: يا حمار، ماذا يصنع به؟ قال له: يجلد. قال: فلو قال له: يا تيس، قال له مالك: تجلد أنت. يعني هيقعد قال له: يا تيس. طيب لو أجابه، لو قال له: يا بقعة، سيجيبه. لو قال له: يا ثور. إمام مالك عرف من حال هذا السائل أنه إنسان يعني متنطع. ولما سئل أحد الأئمة: يجوز أن نتوضأ بماء الباقلاء؟ قال له: قد أتقنت الدين كله وما بقي إلا هذه، يعني تسأل عن هذه. ولما سئل الإمام الشعبي قال له واحد من الناس: ما اسم زوجة إبليس؟ قال له: ذاك عرس ما حضرته، ما حضرت عرس إبليس من أجل أن أعرف اسم
يعني زوجته. فالتنطع في السؤال والإكثار منه هو من الغلو الذي نهينا عنه. والغلو أيها الإخوة الكرام يسبب ضيقاً في الصدر ودواماً للحزن وصرفاً للوقت في غير ما ينفع ولا يفيد، ثم يؤدي إلى مفسدة عظيمة وهي الوسوسة. الوسوسة، الإنسان يبدأ يوسوس إذا أكثر من الأسئلة. الإمام أحمد رحمه الله قيل له إن إنساناً مريضاً أفطر في رمضان، فقال له حسن، قال له يأكل ويشرب؟ قال له نعم. قال له ويجامع زوجته؟ فأعرض عنه أحمد رحمه الله، ما رد عليه، لأن السؤال ما عنده معنى. والرجل الذي قال لأبي حنيفة متى يفطر الصائم؟ قال له حين تغرب الشمس. قال له فإذا لم تغرب؟ قال آن لأبي حنيفة أن يمد رجله، يعني الرجل لحيته بيضاء كبيرة، فأبو حنيفة طوى رجله احتراما لسنه. لما طرح هذا السؤال دل على أنه غير محترم، ما يستحق الاحترام. فالله جل جلاله ينادينا، وهذا موجه إلينا كما وجه لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، انتهوا، ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا آلهتنا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، أي يكن خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم، انتهوا عن هذا القول الباطل، عن هذا الكذب. إنما الله إله واحد، هكذا بالحصر، كما قال موسى عليه السلام: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. سبحانه وتعالى إله واحد، إنما الله إله واحد. قال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. كان نظام هذا الكون سيضطرب لو كان فيه آلهة غير الله سبحانه وتعالى. إنما الله إله واحد، سبحانه، تقدم معنا الكلام مرارا في أن هذه الكلمة سبحانه اسم فعل، أو أنها مصدر، بمعنى أننا ننزه الله عز وجل عن كل نقص ونصفه بكل كمال، ننزه الله عن كل نقص. ولذلك تجد بعض السور قد افتتحت بفعل الأمر سبح، سبح اسم ربك الأعلى، وبعضها قد افتتح بالماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وبعضها بالمضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وبعضها بالمصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نكرر هذه الكلمة: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، من قال سبحان الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو محيت عنه 1000 خطيئة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانه أن يكون له ولد، لماذا؟ لأننا معشر بني آدم نتخذ الأولاد من أجل ماذا؟ من أجل أن نستكثر بهم من قلة، من أجل أن نستعز بهم من ذلة، من أجل أن نستعين بهم على ما عجزنا عنه،
من أجل أن يحملوا أسماءنا ويبقى ذكرنا، من أجل أن ننتفع بهم أحياء وأمواتا. فإن الأولاد ينفعون ماتوا قبلك أو ماتوا بعدك، فإنهم لو ماتوا قبلك فأنت مأجور. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان له فرطان من أمتي دخل الجنة. قالت عائشة: فمن كان له فرط يا رسول الله؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة. يعني وفقت رضي الله عنها في هذا السؤال: ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتصبر عليهم إلا احتضرت بحضار من النار، يعني جعلت بينها وبين النار حجابا. والصحابي لما مات ولده النبي عليه الصلاة والسلام جاء يعزيه، لما وجده حزينا قال له: يا هذا، أيسرك أن تمتع به في الدنيا أم يسرك ألا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته يفتح لك؟ قال: بل الثانية يا رسول الله. الصحابة قالوا له: خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. فلو ماتوا قبلك نفعوك، لو مت قبلهم فإنهم يبقون بعدك يدعون لك، يستغفرون لك، يترحمون عليك، يتصدقون عنك، يحجون ويعتمرون، يعملون أعمالا صالحة وتكون في ميزان حسناتك، لأنك أنت الذي علمتهم تلك الأعمال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه. الله جل جلاله ما يحتاج إلى شيء من ذلك، ما يحتاج إلى أن يستكثر من قلة، ولا أن يستعز من ذلة، ولا أن يستعين بغيره على أمر يعجز عنه، فإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء جل جلاله. وتقدست أسماؤه سبحانه. أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. العلاقة بينه وبين المخلوقات علاقة ملك، علاقة ملك، أنه مالك لهذه المخلوقات جميعا، إنسها وجنها، دوابها وطيرها ووحشها، شجرها ونباتها، سهولها وجبالها، بحارها وأنهارها، رطبها ويابسها، كلها ملك لله جل جلاله. وقد مضى معنا الكلام بالأمس في أن الله ذكر مريم في كم موضع؟ في 30 موضعا. لما؟ لأنه جرت عادة الملوك والأشراف أنهم يأنفون من ذكر حرائرهم بأسمائهن، وإنما يكنون بالأهل والعيال والعرس ونحو ذلك، وإنما يذكرون إماءهم، يذكرون أسماء الإماء. فالله جل جلاله يذكر مريم مرة بعد مرة من أجل أن يبين أنها أمة لله ليس إلا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه، أمه ماذا؟ صديقة. كانا يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الخلاء، يحتاج إلى الحمام. أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه: إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذا، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما ادعاه. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض،
وكفى بالله وكيلا. ختمت الآية بهذه الجملة دلالة على أننا معشر المؤمنين ما نؤمن بربنا جل جلاله إلها وربا ومعبودا فقط، بل نكل إليه أمورنا كلها، يدبر شؤوننا ويصرف أمورنا، فهو خالقنا ورازقنا ومالكنا وربنا ومعبودنا وسيدنا، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال جل من قائل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. لن، هذه حرف نفي ونصب. لن يستنكف، الاستنكاف الأنفة مأخوذة من النكف، أصل الفعل نكف والسين والتاء زائدتان. لن يستنكف، لن يأنف المسيح، لن يأنف المسيح أن يكون عبدا لله. المسيح عليه السلام عبد لله عز وجل، وأول كلمة نطق بها وهو في المهد قال إني، ماذا قال؟ إني عبد الله، إني عبد الله، هذه أول كلمة أنطقه الله عز وجل بها. ويوم القيامة سيتبرأ من عابديه فيقول لله عز وجل: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فالمسيح عليه السلام كرر أنه عبد من عباد الله، والله جل جلاله قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، قال سبحانه: ولا الملائكة المقربون. بعض العلماء استدل بهذه على أن الملائكة أفضل من صالح البشر، وليس فيها دليل، ليس فيها دليل، لأن الله جل جلاله ذكر الملائكة هاهنا، قالوا لعلتين. العلة الأولى أنهم أقدر من المسيح وأقوى، الملائكة أقدر من المسيح وأقوى، ويكفينا بأن الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم هم الذين قلبوا قرى قوم لوط، وهم الذين قتلوا المشركين يوم بدر، قال الله لهم: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذه العلة الأولى، ولذلك الله جل جلاله قال: ولا الملائكة المقربون. ثم العلة الثانية أن بعض الناس قد عبد الملائكة، مثلما أن بعض الناس عبدوا المسيح، قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فبعض العرب كانوا يعبدون الملائكة ويسمونهم بنات الله، قال الله عز وجل: ويجعلون لله ما يكرهون، يعني هم يكرهون البنات وينسبون لله البنات. فهذا كان من ظلم العرب، قال الله عز وجل: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. يقول الله عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ثم قال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الله جل جلاله يتهدد هؤلاء المستكبرين عن عبادته، المستنكفين عن الخضوع له والسجود بين يديه جل جلاله، بأنهم إليه محشورون وعليه معروضون، مثل ما قال في آية أخرى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين. فسيحشرهم إليه جميعا، سيحشرون إلى الله عز وجل.
حفاةً عُراةً غُرلًا، هؤلاء الذين كانوا متكبرين منفوخين، يمشي أحدهم وقد أخذ حلته ورجل لمته وللأرض منه وإيد، ينظر في عطفيه يتبختر، يحشر يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. هؤلاء المتكبرون المنتفخون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً. قال: ليس ذاك، يعني ليس مقصوداً بالكبر أن يكون الإنسان حسن الثياب حسن النعال. قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي لفظ: بطر الحق وغمص الناس، أي الزراية بهم والسخرية منهم والاستخفاف بحقهم، هذا هو حقيقة الكبر، بطر الحق وغمص الناس أو وغمط الناس. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فسيحشرهم إليه جميعا. قال سبحانه: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. نسأل الله أن يجعلنا منهم. الله جل جلاله يعي المؤمنين الطيبين الذين آمنوا بالله إيمانا صحيحا، فرضوا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم عملوا الصالحات، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وعطفوا على المسكين ورفقوا بالضعيف وأدوا حق الجار وأدوا الأمانات إلى أهلها، وكانوا لله ذاكرين شاكرين مخبتين مطواعين أواهين منيبين، قرأوا القرآن، ذكروا الرحمن، وقاموا بالليل والناس نيام، وابتغوا بأعمالهم وجه الله. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ثم ويزيدهم من فضله. الله جل جلاله ما يعطيهم أجورهم فقط بل يزيدهم من فضله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. لو أن الإنسان أذنب ما أذنب السنين الطوال ثم في لحظة صدق صلى لله ركعتين ثم قال: اللهم اغفر لي، يغفر الله له جل جلاله. يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال سبحانه: وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فيعذبهم أي يحبسهم. العذاب، كلمة العذاب معناها الحبس، ومنه قيل للماء العذب عذبا لأنه حبس حتى صفى. فيعذبهم عذابا أليما، عذابا مؤلما. هذا العذاب عذاب نفسي وعذاب حسي. أما العذاب النفسي فإنهم قد ألقوا في النار عياذا بالله، وهذه النار هم فيها مصفدون. قال الله عز وجل: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. من العذاب النفسي
بأنهم ما يدخلون جهنم مشاةً على أقدامهم، بل يسحبون على وجوههم. قال الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً. قال بعض الصحابة: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ثم من العذاب النفسي أن هذه النار قد أحاط بهم سرادقها، أي سورها. ثم بعد ذلك من العذاب النفسي أن عليها أبوابا، وعلى الأبواب خزنة. طيب، لو لم يكن لها أبواب ولم يكن لها خزنة، وهم مصفدون مغلولون عمي بكم صم، أنى لهم أن يهربوا؟ ثم من العذاب النفسي أنهم لا يسمعون خيرا، عياذا بالله. كلما دخلت أمة لعنت أختها، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ثم من أعظم العذاب النفسي أن الله عز وجل لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ومن العذاب النفسي أنه لا أمل لهم في الخروج، إذا نادوا يا مالك ليقض علينا ربك يأتيهم الجواب بعد 1000 سنة، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أما العذاب الحسي والعياذ بالله فإنه يتسلط على جلودهم، يتسلط في طعامهم، في شرابهم، في لباسهم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوضع أحدهم في صندوق من نار، ثم يوضع في صندوق من نار عليه قفل من نار، ثم يطرح في النار. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. قال الله عز وجل: فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يوم القيامة ليس هناك ولي يستجيرون به أو يلجؤون إليه. إذا لجؤوا عياذا بالله يلجؤون إلى إبليس، يطلبون منه الشفاعة، فيخطب فيهم تلك الخطبة العصماء، يقول لهم: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ثم يعود النداء للكافة: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس، كلمة الناس تقدم معنا الكلام في أنها من أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، وأن كلمة الناس أصلها الأناس، حذفت الهمزة تخفيفا، مثلما أن كلمة الله أصلها الإله فحذفت الهمزة تخفيفا. وكلمة الناس مشتقة من النوس، وهو التحرك، لأنهم ينوسون يتحركون. ومنه قول أم زرع: أناس من حلي أذني، يعني حرك من ثقل الحلي أذني. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. عندنا في الآية كلمتان: كلمة البرهان وكلمة النور. أما النور فهو القرآن، لأن الله جل جلاله سماه نورا في غير موضع من كتابه، كما في قوله سبحانه:
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ومنه قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل على رسوله، مش كده؟ والنور الذي أنزلنا. وفي آية أخرى: واتبعوا النور الذي أنزل معه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم مفلحون. فالنور هو القرآن، أما البرهان فقد قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم. وسمي عليه الصلاة والسلام برهانا لأنه جاء بالحجة القاطعة التي تزيل كل شبهة، وأجرى الله على يديه من المعجزات ما على مثله آمن البشر، ولذلك سمي برهانا. وقيل البرهان هو القرآن ولا تعارض، فالرسول صلى الله عليه وسلم برهان والقرآن برهان، مثلما أن القرآن نور والرسول صلى الله عليه وسلم نور. ويدل على ذلك قول ربنا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال المفسرون: النور هو محمد صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن كلامه نور، وأن هديه نور، وأن سنته نور، وأن أوامره ونواهيه نور صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم. يقول سيد قطب رحمه الله في الظلال: وبرهان القرآن وسطوته تفعل فعلها في القلوب حتى في من لا يفهمون اللغة العربية. يقول: كنا في سفينة في عرض الأطلنطي متجهين إلى نيويورك، ستة من المسلمين، أقمنا صلاة الجمعة ومعنا رجال من النوبة ممن يعملون في السفينة، وقمت فيهم خطيبا، وكنت أذكر في ثنايا الخطبة آيات من القرآن، واجتمع ركاب السفينة من غير المسلمين متحلقين يراقبون هذه الصلاة ويعجبون منها. قال: فلما انتهينا جاءوا يهنئوننا بنجاح القداس، لأن قداسكم قد نجح. قالت: وجاءت امرأة يوغوسلافية فارة من جحيم الشيوعية إلى أمريكا تتكلم بإنجليزية ضعيفة والدمع لا تملك أن تمسكه وقد تهدج صوتها، تقول له: أنا لا أفهم لغتكم ولا أدرك معنى صلاتكم، غير أنني كنت ألحظ في كلامكم موسيقى عجيبة يتأثر بها قلبي في فقرات معينة، في فقرات معينة من كلامكم. يقول سيد قطب رحمه الله: وما كان ذلك إلا آيات القرآن التي قرأتها في أثناء الخطبة، يعني الخطبة فيها كلام من كلام البشر وتضمن كذلك آيات من القرآن. فانظروا أيها الإخوة الكرام إلى امرأة أعجمية ربما قد تكون ملحدة ولكن القرآن أثر عليها، فما بالكم أيها الإخوان بالعرب الأقحاح. ولذلك يروي محمد بن إسحاق رحمه الله في سيرته يقول: حدثني محمد بن شهاب الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس ابن شريق انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل ولا يرى أحدهم صاحبه، فأخذ كل منهم مجلسه يستمعون إلى القرآن، فلما كاد الفجر يطلع تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقالوا: لا يسمع بذلك سفهاؤكم فيقع منهم موقعا، لا ترجعوا إلى هذا المجلس ولا تستمعوا إلى كلام محمد كما قال ربنا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال: فلما كانت الليلة التي تليها جاءوا فأخذ كل منهم مجلسا، فلما كاد الفجر يطلع
تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا، ثم لما كانت الليلة الثالثة كذلك فتعاهدوا بالله ألا يرجعوا. هؤلاء كان للقرآن سلطان على قلوبهم، ولذلك لما سمعوا فاسجدوا لله واعبدوا سجد الجميع مسلمهم ومشركهم، إلا رجلا طاعنا في السن وهو الوليد بن المغيرة ما استطاع أن يسجد، فأخذ كفا من تراب وضع عليها جبهته. ولذلك ربنا يقول قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به قال بعض المفسرين الضمير راجع إلى الله، وقال بعضهم بل إلى القرآن ولا تعارض، فنحن مأمورون بأن نعتصم بالله عز وجل وأن نعتصم بالقرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما، صراطا مستقيما في الدنيا بأن يكونوا على بينة من أمرهم في معتقدهم في عبادتهم في أخلاقهم في محابهم في مساخطهم، وصراطا مستقيما في الآخرة يهديهم الله عز وجل إلى جنات النعيم، كما قال جل من قائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا، اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وزدنا به من النعم وادفع عنا به النقم، واجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، برحمتك يا أرحم الراحمين يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.